للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم الجلهم الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. بعد التحية دكتورة، كيف تمت عملية اعتماد هذا اللقاح وما هي الإجراءات التي مرت بها عملية اعتماده؟ نعم، مساكم الله بالخير. بالفعل الهيئة الوطنية باعتبارها المنظم للأدوية والتطعيمات في مملكة البحرين، لدينا فريق من الصيادلة يقوم بمراجعة ملفات التجارب السريرية التي قامت بها الشركة المصنعة للقاح، وكذلك الإجراءات والسياسات اللي طبقها المصنع الذي يصنع اللقاح للشركة من حيث الجودة ومن حيث الكفاءة ومن حيث التجارب على نفس اللقاح المنتج من هذا المصنع على تنشيط المناعة. بعد ذلك يتم عرضه على لجنة الخبراء الأبحاث السريرية للتأكد من نتائج الأبحاث، ومن ثم مشاركة لجنة التطعيمات بوزارة الصحة، وبالتالي هناك ثلاث فرق تعمل على مراجعة العديد من الوثائق حتى نصل إلى قناعة بأن هذا اللقاح من حيث التجارب السريرية، من حيث التصنيع في المصنع، به درجة كافية من السلامة والفاعلية لمكافحة مرض الكورونا. نعم، إذن ما الفرق بين لقاح أسترازينكا واللقاحين السابقين سينوفارم فايزر من حيث عدد الجرعات وحتى الفترة الزمنية الفاصلة بينهما؟ نعم، طبعا الثلاث تطعيمات يختلفون من ناحية الطريقة المستخدمة لتحفيز المناعة، من حيث الطريقة العلمية المستخدمة. نعم. ولكن كلا الثلاث تطعيمات يعطون على شكل جرعتين. الفرق في لقاح أسترازينيكا، الجرعة راح تكون 4 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية، بينما اللقاحات السابقة اللي هو الساينوفارم والفايزر كانت 3 أسابيع. هذا الفرق، والفرق السبب فيه طبعا من حيث تجارب الشركة التي أجرت، وجدت أن لما تطول المدة المناعة تتحفز أكثر من لو كانت المدة أقل. نعم دكتورة مريم، ربما السؤال الذي يطرح اليوم ويعني يتساءل عنه المواطنون طبعا والمقيمون، ما مدى فعالية اليوم لقاح أسترازينكا؟ كيف سيتم به تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس؟ نعم، طبعا خليني أقول أنك ثلاث لقاحات ومنهم أسترازينيكا يتشابهون في الأعراض الجانبية اللي تحصل بعد أي لقاح، من حيث ألم في موضع الحقنة. نعم. أو ارتفاع في الحرارة أو أحيانا صداع، وكلها أشياء متوقعة في التطعيمات. الحمد لله احنا جربنا هاي التطعيمات حتى الآن ما عندنا أي مضاعفات خطيرة بجسمها. نعم. بالنسبة للسلامة بينت، قصدي بالنسبة للفاعلية بينت دراسة أسترازينيكا أن الفاعلية تصل ل 70.4% بالنسبة لتطعيم أسترازينيكا، ولكن الدراسات اللي أجراها المصنع المصنع للقاح اللي هو كوفي شيلد. نعم. من معهد سيرام المعروف في إنتاج اللقاحات، بين أن المناعة ترتفع بشكل كبير فوق 90 بعد أخذ هذا اللقاح، فهو لقاح فاعل ونتوقع أنه ينجح بشكل كبير. نعم دكتورة مريم الجلهم الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.